يقول: أرغب رغب مني أحد الأقرباء أن أحج عنه حجة الإسلام، وسيتكفل بجميع نفقة الحج، فهل يصح أن أحج عنه مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة حتى الآن؟ أولاً، لا يجوز لإنسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج حجة لم يحج الحج الواجب المفروض عليه، لا بد أن يحج عن نفسك ثم عن شبرمة في الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء واحد. الأمر الثاني، لا يجوز لهذا الذي يريد أن ينيب من يحج عنه حجة الإسلام إلا أن يكون غير مستطيع ببدنه أو بالطريق مثلا، وقد اتفق مع واحد من سكان مكة ونحو ذلك. فعلى كل حال، فإذا كان له عذر في الإنابة فلا بأس بذلك، وإذا كان على سبيل الترفع فلا يجوز ولا تنعقد هذه النيابة. والحال أن المنوب عنه قادر على أن يحج مباشرة بنفسه.